عمري بعد سنين، بس حضري لي الاكل. انا فايت ادور شوي وانا تعبان كثير كثير، متكسر اليوم بالشغل. حبيبي ها اشتقت لك كثير. ايه وانا كمان اشتقت لك. وانا كمان. ايه ابو عبدو، لا لا لا، البضاعة جاهزة، بكره بيكونوا عندك لعيونك. لا لا، محمد خليته يسوي يضب البضاعة كلها. حبيبي ها عمري، العشاء جاهز؟ العشاء جاهز؟ لا لا عمري، بدي روح اتعشى. انا اكل جاي برا، اكل بمطعم. تتعشى؟ ما بدك تتعشى معنا؟ عم تتعشى برا البيت؟ آه لا لا، مو هيك يا عمري، بس رفقاتي عزموني واضطريت اني اكل معهم. خلص بدي روح اتعشى. روح اتعشى، انا بس اجوع وخلص. ايه محمد، كنت جاي احكي معك في موضوع ضروري صراحه. خير؟ موضوع شو؟ شو الموضوع عم تحكي لي؟ مرتك عندها اخوات شي؟ لا ما عندها، هي وحيده. ليش؟ امبارح شفته بالحديقه عم يتمشى مع شب. عفوا، مع شب؟ مرتي انا؟ شو عم تحكي انت؟ بتكون مخربط حبيبي، بتكون مخربط. فرجيني الصوره شوف. لارجع، فهذا بكون من خالها. لأن انا شغلت بادر تاخذها. على كل حال بدك شيء مني؟ ما تهتم اخي حبيب قلبي انت. عفوا بتعرف انا والله بس انا يعني مرت صاحبي. لا 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 عادي عادي، شيء انا بعرف مين مرتي. يلا سلام. الله معك يا حبيبي. معقول؟ معقول ما شفته؟ لك حتى نزلت الطلسوها حتى ما يشك، حتى ما يعرف ان مرتي عم تخوني. ليش عم تكذبي؟ انت ما كنتي عند امك. احكي لي وين كنتي؟ ها لا، كنت عند امي. شو بك يعني مو واثق فيني؟ كنت عند امي.
بعيوني، طلعي بعيوني، طلعي بعيوني، عم اقول لك طلعي. وين كنتي؟ احكي لي بصراحه. قلت لك كنت عند امي. مين كان بالحديقه؟ حديقه بجنب المسبح الساعه 4 العصر. مين كان؟ ها؟ عن اي حديقة عم تحكي؟ كنت عند امي. عند امك قلتيلي؟ احكي مين الشاب اللي كنتي قاعدة معه بالحديقة؟ مين؟ شو؟ شاب؟ عن اي شاب عم تحكي محمد؟ شو عم تتبلاني؟ دي عادي لشوف عادي الحركات تبع النسوان ما نصعبها. لا تعملي هي قدامي عساس انك المسكينة البرية اللي ما منك غلط. مين الشاب اللي كان معك بالحديقة؟ اذا ما بدك تعترفي او منك مصدقة بحب افرجيكم صورتكم مع بعض. ايه صورتك انت وياه فرجيك اياه. اها انا هي الصورة عم تحكي. وينها؟ ورجيني اياها. ايه ليش لا؟ لحظة اجي موبايلي. لا تبوسي ايدي، لا تبوسي شيء. بس يا حيل يا خسارة الثقة اللي اعطيتك اياها طلعتي ما بتستاهليها. ولك كنت واثق فيكي اكثر من حالي، ولك كنت واثق فيكي لدرجة انك تخليكي تطلعي لبرا وتروحي لعند اهلك وترجعي لحالك حتى بدون ما تستأذنيني. كنت واثق فيكي لانك كنت مفكرك بنت عالم وناس. بس يا حيف يا حيف. بس محمد سامحني، محمد سامحني، بترجعك انا اسفة. والله ما صار شي بيناتنا، بس كنا بالحديقة عم نتمشى، والله ما صار شي بيناتنا. يعني بدك يعني انتظر ليصير شي لحتى تضايق او غار؟ بكل حال ما عاد بتلزميني ولا بقرش. عبيت اهلك لانا يلا بسرعة، ما بدي اشوف وشك ابدا في هالبيت. بس يا محمد انت السبب، انت السبب، انت. انا السبب؟ انا السبب اني خليتك تخونيني؟ ليش؟ شو انا السبب؟ ايه انت السبب. شو عملت لك؟ شو سويت لحتى تخونيني؟ ولك انا قصرت معك شيء؟ ولك انا نهار زعلتك؟ ولك انت كنت تطلب عيوني جبلي؟ ولك انا اي نهار قصرت معك لحتى تقولي انت السبب؟ انا شو سويت؟ ولك احكي. ايه قصرت. ليش مفكر كل شيء مصاري؟ بتجيني مره تعبان، مره مشغول، مره مو قادر تحكي، مره ما بعرف شو. كثير انت قصرت بحق محمد. انت قصرت بالاهتمام محمد على طول. لما ببرك بجنبك بتكون بلشان في التليفون، لما بتيجي من الشغل بتكون تعبان، وانا لما بدي اقرب منك بتبعدني عنك بحجه انك تعبان. شو انت وين كان اهتمامك فيي قبل الخطبه؟ ما انت ما كنت هيك، ليش تغيرت علي؟ انت مو محمد اللي كان بيحبني ايام الخطبه وبيهتم فيني مثل بيعمل لي كل شيء في الحياه بس لكون مبسوطه. انت تغيرت ولسه بتقول لي بشو قصرت؟ انت قصرت باهتمامك لي يا محمد. عم تبرري لي لخيانتك؟ من ايمت كان في للخيانه مبرر؟ الخيانه بعمرها ما كان لها اي مبرر. الخيانة خيانة مهما صار، لأنه اللي بحب ما بيخون. لأني كنت
مشغول لأني انشغلت لأني جاي تعبان. بتخونيني؟ هلأ جاي تبرريني قلة اهتمامي بتخونيني؟ لو انكسرت رجلي، لو وقعت، لو انشليت، لو صاير لي شي، أول شغلة شو رح تعمليها؟ تتخلي عني وتجي بمبرر إنه والله أنت معاق؟ هاي جديدة، مبررات الخيانة. بعمره ما كان في مبررات للخيانة. معك حق، بس أنت كنت حارمني الاهتمام وجا غيرك وأعطاني الاهتمام اللي أنا كنت محتاجيته منك. حسبي الله ونعم الوكيل. لا تفكري أني حاطط الفرض لحتى أقتلك فيه، لا، بس لحتى تعترفي لي مو أكتر. مستحيل وسخ إيدي وأجرم وأقتل شخص كان غالي علي ودمر مستقبلي كرمالي. لا خلص، هلا انت من هون رايح ما عدتي شرفي، انت صرت شرف اهلك. وطيتي راسهم مو راسي الي، لهون بتكون انتهى. ما عاد بتلزمني، انت طالق انها لعبت اهلك وهيك خلي ينفعك اللي كنتي معه. لبرا لبرا، ما عاد اشوف وشك بالبيت، ما عاد احلك بصراحه. بس بدي اسالك سؤال. تفضلي اسالي شو بدك. منين شفت الصوره؟ انت صورتني؟ انت صورتني شيء؟ لا مو انا، رفيقي هو اللي صورك وفرجاني الصوره. شو رفيقك؟ وقلت له لا لا تخافي، انا ماني من نوع اني افضح اعراض الناس. هو سالني قال لي انه مين هذا اللي معها؟ انا قلت له انه انا بكون ابن عمها او حدا من قرايبينها. رغم انه كان في نار جواتي، بس قلت لك ماني متعود اني افضح اعراض الناس. حكي لي ان انا عملت بأصلي معك. روحي، الله يستر عليك، روحي.